في قصة لطيفة قوي، حلوة قوي، فكرة عظيمة قوي. في نادي في تشيلي اسمه بالاستينو، نادي اسمه بالاستينو. النادي ده عمل حاجة عظيمة جدا، هو دلوقتي موجود في المركز الرابع في الدوري التشيلي، النادي يعني من الأندية القديمة الكبيرة يعني. عملوا ندوة توعوية للاعبي الفريق عن تاريخ فلسطين وأزمة قطاع غزة. حلوة. عملوا المحاضرة، وعوا اللاعبين، كلموا معاهم، قالوا لهم مين هي دولة فلسطين، قالوا لهم ايه اللي بيحصل في غزة، نشروا كل التفاصيل والصور الممكنة، وروهم خريطة البلد نفسها عاملة ازاي، وروهم اللي حصل من سنين وسنوات من الاحتلال. فكرة عجبتني، عشان كده جبت لحضراتكم الخبر النهاردة. احنا ليه منع ايه الصور اهي، احنا ليه فكرة يعني برضو نعمل كده مثلا مع السياح، نقعد معاهم نتكلم معاهم. حضرتك مثلا لو في مجموعة من الأجانب حواليك اتكلم معاهم، اللاعبين المصريين أو العرب اللي موجودين في أوروبا يجمعوا الناس ويتكلموا، اللعيبة يعني وزملائهم يتكلموا معاهم، فهموهم. حتى لو هنشتغل ده، على فكرة ده نطاق ضيق جدا بس بينتشر، عشان احنا خلاص فهمنا ان الصورة في أوروبا مختلفة تماما عن الصورة اللي احنا عايشينها، هم شايفينها بشكل تاني خالص. وأوروبا طبعا بقى، وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، كل الناحية التانية دي، تمام؟ احنا دورنا نعمل ده. نادي بالاستينو في تشيلي هو نادي على فكرة اللي أسسه مهاجرين فلسطينيين بالمناسبة، يعني عشان برضو تتقرب شوية بالنسبة لك الصورة يعني. عشان كده عجبتني اللقطة وحبيت ان انا اجيبها لحضراتكم. ماشي، ده فيما يخص هذه القصة. للتعليق على هذا الأمر معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ عمار زربة، نائب السفير الفلسطيني في تشيلي. يا فندم مشرفني ومنورني. أطيب التحيات لحضرتك أستاذ كريم، والشرف لي، وأطيب التحيات لكافة المستمعين، والرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، وشكرا على الاستضافة الكريمة. يا فندم بداية تعازينا طبعا، رحمة الله على كل شهدائنا في غزة، يا رب إن شاء الله يكتب لهم الجنة، وإن شاء الله إن شاء الله نصره قريب بإذن الله. بداية دائما نفتخر فيكم وبوفقتكم الكريمة. أشكرك يا فندم. ماذا عن هذا الموقف، نادي بالاستينو الشيلي اللي عمل ندوة تثقيفية للاعبي الفريق حول البلد نفسها، دولة فلسطين، وحول ما يحدث في غزة، إيه هي تفاصيل هذا الأمر يا فندم؟ يعني في الحقيقة الحدث اللي عماله بيصير في فلسطين جلل، وبالتالي في تضامن من كافة الشعوب. زي ما حكى سيادة الرئيس محمود عباس انه فريق بالاستينو اللي موجود في تشيلي هو يعتبر بمثابة المنتخب الثاني لفلسطين، هو بيلعب بالدرجة الممتازة، واغلب لاعبيه هم من عبارة عن اجانب. فبالتالي في ظل هاي الأزمة وفي الأزمات المتعاقبة، ارتأت الجالية وارتقوا الشخصيات الأكاديمية كمان ضرورة استخدام القوة الناعمة اللي بيكون فيها الفريق الفلسطيني هون، في حجم الجماهيرية اللي موجودة هون، خاصة انه في عندنا جالية فلسطينية كبيرة هون، تعتبر الأكبر خارج الوطن العربي. وفي ظل التضليل الإعلامي اللي عم بتمارسه إسرائيل، يعني ارتقينا انه من تثقيف المجتمع المحلي والمجتمع التشيلاني، إضافة إلى أبناء الجالية نفسهم اللي عمالهم بيتعرضوا لتضليل إعلامي، او المجتمع الشيلاني ككل عم بتعرض لتضليل اعلامي بخصوص الاحداث الاخيره. فبالتالي قامت اداره نادي بالاستينا مشكوره بتنظيم ندوه ادارها عضو مجلس نواب او عضو مجلس شيوخ سابق اسمه فؤاد شاهين، عرفهم على تاريخ القضيه الفلسطينيه اللي جزء منهم بيعرفها منيح، وعلى اخر المستجدات اللي عم بتمر في فلسطين ومعاناه ابناء شعبنا جراء هذا العدوان الغاشم والمستمر. ردود الافعال ايه بقى بعد هذه؟ هم كمان سفراء فلسطين في المحافل الدوليه، خاصه انهم بيلعبوا في عده القاب قاريه. فبالتالي هم المعرضين لهذا الاستشفار، خاصه انهم بيحملوا في قميصهم في زيهم الرسمي علم فلسطين. عظيم جدا. طيب تاثير بقى اللاعبين الاجانب وردود افعالهم حول هذه المحاضرات وحول هذا الشرح حول دوله فلسطين، كانوا بيقولوا ايه؟ اتقالوا ايه؟ او قالوا يعني هم حسوا بيه؟ عشان اكيد في منهم
بالمناسبة يعني كان متعاطف طبقا لما يحدث في الرأي الغربي للجانب الآخر يعني. لا هم في حقيقة الأمر على اطلاع نوعا ما فيما في حقيقة العدوان الإسرائيلي المستمر من 75 عام. ولكن ما حدث مؤخرا أن قوى يعني بعض القوى الإعلامية عملت على تضليل الرأي العام العالمي مش فقط التشيلاني، وعملت على استخدام الصور لأطفالنا اللي استشهدوا نتيجة الغارات الغاشمة على قطاع غزة الحديد، وقاموا بترويجها على إنها هاي أحداث عم بتصير في إسرائيل. فبالتالي صار في قلق ورعب إذا هذه المشاهد اللي عمالها تخرج على وسائل الإعلام. فبالتالي كان من واجبنا إنه إحنا نكشف المؤامرة اللي عمالها الصحاف ضد أبناء شعبنا وضد العالم ككل تضليله. وبالتالي كان مهم إنه هذول اللاعبين هم من في البداية يكونوا مثقفين وعلى وعي لما يجري في أرض الوطن، عشان زملائهم ونظرائهم وأصدقائهم وعائلاتهم إذا استفسروا منهم يكون عندهم الرد الصحيح والموثق والحقيقي لضحض الرواية الإسرائيلية. صحيح. أستاذ عمار زربة نائب السفير الفلسطيني في تشيلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. رحمة الله على شهدائنا في فلسطين وفي غزة، إن شاء الله يا رب بإذن الله نصره قريب بإذن الله بإذن الله. قصة حلوة حلوة. حب أنا التأثير اللي على الأرض ده، اللي هو يلا ناخد موقف، يلا نفكر بطريقة عملية. مش من الناس أبدا اللي بتقلل أبدا إنه الواحد يخش يعبر عن مشاعره على السوشيال ميديا. عبر زي ما أنت عايز. فكرة السوشيال ميديا أصلا كمان إنك تطلع فيها طاقة، دي حاجة كويسة لما أنت مش قادر تعمل أكتر من إنك تكتب على السوشيال ميديا. بس يا سلام يا سلام على الناس الكرييتيف الذكية الشاطرة اللي تعرف تعمل حاجة مؤثرة حقيقي مؤثرة حقيقي.